سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ ان شاء الله رب تكونوا بألف خير كلياتكن. مع انه حبيت اعمل مقدمة، اول شي فنجان القهوة، بس هوني صار معنا موقف على الافطار. فنحن قبل حطيتهم الاكل وعم نستنى انه يقدين، فهون ابني علوشي داق مش شوربة وفكر حاله انه هو خلاص فطر وراح كل صيامه، بس هو النسيان الله بيغفر له، يعني عادي لو انه داق او نسي وشرب مي كذا الله بيغفر له، لاني ساعته صغير وهو نسي، يعني هو مو بقصده يشرب. وقضيناها كلها انا وابوه عم نضحك عليه وهو عم بيبكي انه عم بيقول انه راح انا كل صيامي، خلي لي قلبه والله يحمي يا رب، والله هيك يتقبل صيامه. يا مساء الخير ويا مساء الورد، مليت من كتر انه عم ساوي الفيديو دغري بالاكل. هالمره رح بلش هيك المسا بالقهوه، هاي اطيب قهوه تحت ايدي. بس بتعرفوا والله كان لها رغوه كتير، بس لبين ما رحت جبت تليفوني شغلت التصوير قام راحت نص الرغوه. هذا هو كان منظر القهوه. نشوف اليوم شو رح نعمل شو رح نساوي، رح خليكم معي. هلا هو هذا قبل بيوم هالتصوير، شوفوا لي تاني يوم كيف بدي صبح عليكم وارجع اعيد لكم المقدمة. خلي لي قلبكم انا، ويلا خليكم مع الفيديو. صباح الخير، كيفكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها؟ كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير كلياتكم. شوفوا لي اليوم يا صبايا، اليوم عيد الطفل مثل ما بقولوا، فالعالم اغلبيتها مزينة، شايفين هون لحتى شلون، شايفين كيف مزينين حتى هون طلعوا شلون مزينين. فقلت رح زين انا البلكون كمان وفرح اولادي معهم. ليش اليوم عيد ايش؟ عيد الاطفال، فانا الطفل واليوم لازم تدللوني انا واخوي. لا ولا ايه ايش اللي سوي لايك وشير؟ ايش اسالك اليوم لاني عيد الطفل؟ هذا بطاطا فروج. قال لي ماما اليوم بتدلليني بدها تسالي بطاطا فروج لاني عيد الطفل. ايه لك. يلا هلا نشوف شو رح نساوي اليوم. رح تعطوني الي فخدتين، يا حي فخدتين، كل واحد له فخده، انت وبابا لكم فخده. لك يلا صحة وعافية. بابا احنا رح نسوي عيد ميلاد. هلا هيك زينا كل البرندة انا واولادي، شوفوا لي كيف طلع منظرها والله حلوة، يعني هيك نفخنا كم بالون وحطيناهم. وباي مع السلامة. هلا شوف المساء ايش بده يصير، اذا اجوا السيارات بويلين تزمير رح صوركم كمان. طلع شو زينا هيك البنفش حاج ولادي عم بنفخوا. انت شوية بالون البطالة عم بنفخوا وبحطهم هيك فرح عليهم، شايفين شلون صار منظر البرندة؟ كربطية شطفتها كلها كربطية. هلا يا بنات سويت البطاطا فروج. هلا دول فروجات كنت مفرزتهم عندي بالفريزة، حاطت لهم تبلاتهم ملح كزبرة توم محمرة، اذا بتحبي تحطي لهم معلقة لبن معلقة خل. هلا هون قشرت شوية بطاطا، حطيت لها كمان توم وكزبرة ومحمرة وحطيتها على وش البطاطا، طلعوا وسمكتها لحتى عشان ما هيك تلزق في الصينية. هلا رح غلفها بهاد كيس السلوفان عشان تستوي هيك تصير اطيب يعني، وحطيت لها نقطة زيت على وشها. هلا رح غلفها بالسلوفان وسكر وحطها بالفرن. كم معي بالعشاء رح نتغدى نتعشى، بطلت اعرف احكي كمان. شوف الفروجات حبيت ادمج لكم ثلاث ايام اللي يعني قضيتهم انا، انه عايشكم معي ثلاث ايام اخذت منهم لقطات وحبيت انه اقضي معكم. هلا هون سويت سحور مثل ما قلت لكم، كان عيد الطفل بس ما اجوا لا سيارات ولا اجا بوالين ولا اجا شي، فما صورت شي. وتاني يوم العالم كلها شالت البوالين، وانا البوالين عندي كلهم طقوا لاني كان هوا كتير بنهارتها. واذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس. هلا رح اعيشكم معي يوم كامل كمان وخليكم معي. والله اليوم رح اعمل روتين في البراد. هلا هون البراد شريت شوية اغراض، شوفوا لي منظر المطبخ، هون الاغراض كلياتهم.
هلا عم طبقهم هون. بدها تعبيت كيس عم حطها، مثل الجزر، الخس، البقدونس كلهم هون، والفليفله حطيتهم كيس. تمام، هلا كمان رح طبقها، شوفوا هون شو رح اعمل كمان. بولي كيف عم حط الخيار هون، عم ضل عندي تقريبا جماعتين وما عم بصير له شيء. هلا شوف شلون رح طبقه هون، شوفوا شلون بهالشكل هيك. هلا رح غطيهم كل اثنيناتهم هيك، غطيتهم بهالشكل. هلا هون رح حط الفريز، بس اول شي رح مد بالارضيه محرمه وهيك رح طبق الفريز في قلبها. حسيت هدول هون مستويات فما حطيتهم معهم، قلت بعبيهم صحن لحالهم عشان ناكلهم اول شي، وهدول كلهم صغيرات ما فيهم شي، حطيتهم بالعلبه. هلا هيك رح سكرهم. صبايا هاي الماركة المعكرونة هي أحسن ماركة، احفظوا لونها هيك إلى أحمر وأسود، هي أحسن ماركة من المعكرونة، كتير كويسة. يعني كل باكيت قد باكيتين من المعكرونة العادية، سعرها ليرتين ونص. وهاد كمان سعرها ليرتين ونص. هاد زجزاج كتير كمان طيبة، عشان معكرونة بلبن بشاميل هيك فيكي كمان تعمليها بالزجزاج كتير تطلع طيبة. بس احفظوا هاي ماركتها، هي أطيب شي. هلا هاي طبقتها كلياتها هيك، شوفوا البطاطا حطيتها هون والمعكرونة حطيتها هون. تمام، رح اورجيكم البراد. هذا هو البراد، هلا هيك طبقته بهالشكل. يعني الاغراض اللي ما انه مثل الخسة ما بتنحط بلا كيس، مثل النعناع كمان بلا كيس ما بينحط، مثل البقدونس، الخيار، هدول كلهم لازم يكونوا يضلوا، خصوصا انا برادي على الهواء، فمشان هيك انه لازم يضل انه مسكر عليهم عشان ما ينشفهم. تنشفت هاد البراد كمان، هون حطيت اشفي تفاح، برتقان، هون فليفلة، هدول شو بيقولوا عليهم، اللهم صل على النبي، ملفوف، وهيك شغلات حطيتهم بالسلة. تمام، هلا هيك بكون خلصت البراد. هلا يضل علي بس المطبخ. سبحان الله، انا عم بلملم بحوس بشتغل في المطبخ، فدقت لي سلفتي قال تعي لعندي اليوم مع زمع العشاء عنا. ايه بقى هلا بس اخلص رح اروح عند سلفتي واخذكم معي. بعد ما صار عندي كياس كتيرة حبيتهم كلهم، هاد كيس صار حجمهم كتير كبير، فقلت لهم بدي اروح فيهم، فقلت خلص رح اعمل طريقة انا هيك بعملهم، بس وقت بكون مستعجلة مغسلية. طلع هيك فتني الكيس هيك، تمسك محل الايدين هدول، ببرمه هيك، تمسكهم باصبعات التنتين تسحبهم هيك، شايفين؟ وفكه كتير سهل وقت بدكم بس تسحبوه من هون هيك، خلص انفك رأسه. بس هيك انه مثل ما قلت لكم ما بياخد مكان ابدا، حتى هاد طراش قد كبير. شايفين؟ هي هاد مشقوق بلا، هاد الدجاج كمان نفس الطريقة. شوفي شلون هيك صاروا. الله معك، والاجواء بالربيع ما احلى. انا ابن عمي يا علوشه طايش، وهيك انا رحت عند صرفتي لقيتها مجهزه كل شيء، الله يعطيها الف عافيه. قالي بطاطا، وكانوا عاملين كبه كمان هي ومرت عمي، كمان قالين قاليتها وخلصها، وهذا هو كان شكل السفره في الاخير. الله يعطيهم الف عافيه ويسلم ايديها يا رب، لاني كانت كتير طيبه، وعن جد كنت مشتهيه عليها وكنت بدي اسويها انا، بس خلاص بما انه اكلتها ما عاد اسويها. اللهم لك صم، وعلى رزقك افطار، وعلى رزقك افطار. ذهب البلا، ذهب الضنا، ذهب الضنا، وابتلت العروق، وابتلت العروق، سبق الأجر، سبق الأجر إن شاء الله، إن شاء الله. بسم الله. ضحك
وهون بعد ما تعشينا وخلصنا والله يعطيها ألف عافية، أنا استلمت الجلي وهي استلمت الملم. والله هيك نحن متعودين، مثلا هي بتجي لعندي بتستلم لي الجلي وأنا بستلم الملم، إنه كل وحدة بتعرف شو بدها تلملم في بيتها. وقت أنا بروح لعندها نفس بالعكس بصير، أنا بجلي وهي إنه بتلملم، لأني بتعرف أغراض بيتها وين بدهم تحطهم. وهيك نتساعد مع بعض ونخلص مع بعض. هلا هون مثل ما بتعرفوا انتوا عنا حظر بعد الافطار، فمشان هيك كمان ضليت عندها. ويلا لعيشكن الاجواء عن صرفتي كمان وكيف بقضي عندها. ويلا خليكم معي يا احلى بنات في الدنيا كلها. هلا هون بعد ما خلصنا سويت لي قهوه الله يعطيها الف عافيه، ومرتعمي مثل العاده عطتنا اكلات، واولادي هون مثل العاده اخذوا لي اياهم وما عرفوا لي شيء. وهيك بالاخير يا بنات اخر شي عملوا سحور، الله يعطيهم الف عافيه ويسلم ايديهم يا رب، والله يرزقهم كمان. ولون حبايبكم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوني من لايك والاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس. وبعرف انا كثير مقصره معكم على القناه، بس والله مثل ما بتعرفوا انتم رمضان واجواء البيت، وانا بتمنى ان اصوركم كل شي، بس كل يوم نفس الروتين ونفس يعني نفس الشغلات ونفس الروتين ونفس الطبخات. بس ان شاء الله رح احاول انه ما اقطعكم، انه ضل عم نزلكم. تمام يا صبايا، وبحبكم خيرات الله وسلامات، والله معكم.